الأهالي صار يهتموا أكيد بكرة القدم، بس بنفس الوقت مش لازم ننسى الدراسة، يعني احنا بنركز على كل الأشياء بنفس القيمة بنفس الوقت. طبعا أنا عمان اف سي نادي مميز، وأنا وولادي بعمان اف سي تقريبا من 4-5 سنوات. الناس هون بيحبوا كرة القدم، والعائلات بشكل عام تهتم بالفوتبول وبتهتم بالأمور الأخرى كمان صراحة، بالرياضة وبالدراسة وبالتعليم الأكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أنه فزنا، هذا إشي بيعطينا دافع أنه نفوز بالجيمات الثانية ضد الفرق الأقوى، في فرق بينافس كثير منيح. الحمد لله الله وفقنا اليوم وقدرنا نفوز بنتيجة كثير كبيرة. الحمد لله قدرنا نتصدر المجموعة، وهذا الفوز ما كان سهل بس مشينا على تعليمات المدرب. احنا بنحب نفوز عشان يعني الفرق هم يعني بهاي البطولة مناح، بس احنا اذا نضغط اول 5 دقائق بنفوز، فهيك بنعمل هيك عشان نفوز، عشان احنا يعني بنحب الفوز. تغيير انه لانه الرياضه صارت عنصر اساسي بحياه اطفالنا، انه بتلهيهم عن الملهيات اللي بالحياه هلا من بلاي ستيشن ومن الاشياء الثانيه، فبتلاقي وإشي هلتي لاولادنا بتبني اجسامهم وبتعملهم وبتربط بين الاطفال بصراحه، بتعمل علاقات بين الاطفال وبصير عنده تيم وورك مهم باللعب.